معنوياتنا واحلامها، احلامنا حدودها السماء. اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده والسادسه، حلقه خاصه جدا قبل المواجهه المنتظره. مفيش تفكير الحقيقه بيسيطر على العقل الواحد غير مواجهه بكره ان شاء الله، مواجهه الفرصه للمجد والتاريخ. ليه بقول كده؟ لانه في ماتشات كتير قوي عدت علينا مش ممكن ننساها، يعني في لقطات وفي مباريات وفي بطولات حقق الاهلي على مدار تاريخه، وهو تاريخ طويل جدا، عدد من البطولات والالقاب التي لا حصر لها، لكن في مناسبات معينه وفي ماتشات معينه مش ممكن ابدا تسقط من الذاكره او من تاريخ النادي الاهلي. يعني لما اقول لك مثلا مباراه زي مباراه نهائي 2006 تشامبيونز ليج مع الصفاقسي في رادس، او نهائي تشامبيونز ليج مع الترجي في تونس 2013، او طبعا 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 نهائي القاضيه ممكن مع الزمالك في 2019، كل دي بطوله 2019، كل دي ماتشات لن تمحى من ذاكره الجماهير، وكل واحد حضر المباراه دي هيفضل فاكرها العمر كله. فلك ان تتخيل ان انت ممكن تكون بكره على اعتاب اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي الممتد ل 115 سنه. اهم مباراه حصلت في تاريخ نادي القرن. مباراه هنفتكرها سنين وسنين جاية، وهتعيش عليها أجيال في فرصة قد لا تتكرر، وإن تكررت سيكون سيناريو شبه مستحيل. يعني فكرة إنه الأهلي يكسب بطولة دوري الأبطال في نفس الموسم الريال مدريد يكسب دوري الأبطال، فنفس القرعة تطلعهم في طريق بعض، دي فرصة صعب إنها تتكرر مرة تانية. وإن كانت طبعا مشاركات النادي الأهلي الأخيرة في البطولة بقت يعني أشبه بالروتين، الأهلي بقى ضيف شبه دائم طبعا على المشاركة في المونديال، لكن مباراة العمر دي هي فرصة لنجومنا، فرصة لجهازنا الفني اللي بيواجهوا الريال بدون أي ضغوط وبدون أي توترات، مباراة المطلوب فيها المتعة، ومباراة المكسب فيها ياخد أسماء لاعبتنا لنقلة تانية خالص. فكرة إنك أنت تستحضر بس كل خبراتك، كل خبرات المواقف الصعبة أو الظروف الصعبة اللي أنت قابلتها في الملاعب تكون حاضرة معاك، جاهز للتعامل مع كل السيناريوهات اللي ممكن تمر بيها المباراة. ومش هتكلم طبعا لأنه ده الطبيعي وانت بتواجه واحد من أفضل أندية العالم، إن لم يكن أفضلها بحكم تاريخه وبطولاته وألقابه ونجومه، أنك تكون في كامل تركيزك، كامل إصرارك، كامل مجهودك، كامل إبداعك. وأعتقد أنه في الحالة دي ممكن جدا تراهن على أنه الأهلي قادر على تجاوز عقبة الريال والتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس العالم للأندية.